هلا بالواقع احنا عنا مجموعة ادراج جاهزة بالماكس ممكن نستفيد منه للامور البسيطة السريعة. فنحن اذا انتقلنا هون على الجيومتري في عنا مجموعة هون اسمها ستيرز اذا انتقلنا عليها، وفي عنا مجموعة مثلا اسمها ويندوز عبارة عن شبابيك جاهزة، وفي عنا شيء اسمه دورز. رح نمر عليهم بالمشاريع اذا ما لحقنا نشوفهم اليوم. في عنا شيء اسمه ستيرز، فمقسمين عندي حسب النوع. في عندي ستريت ستير درج مستقيم يعني مثل هاد، في عنا ال تار، والاهم شيء في عنا سبيرال ستير. طبعا اذا اخذنا نحن كبس مع سحب حددت طول الدرج، بعدين حددت عرضه، بعدين حددت ارتفاعه. هذا عم نحكي نحن رسمه فري هاند. طيب مثل ما بتعرفوا الدرج هلا عنا له ثلاث قيم. في عنا بنلاقيها هون بالبارامترات تبعوته اللي هن عنا الارتفاع الدرجي، تمام، وعنا عدد الدرجات، اوكي، وعنا عرض البسطة، عرض الشاحن. هدول الثلاث قيم هن اللي بحددوا معي ابعاد الدرج. فهدول كلهم نحن بنقدر نحددهم بالضبط هون، ماشي. فهلا نحن في حال اخذنا مثلا اذا انتقلنا على الفوتوشوب، انا مثلا عنا درج رح ناخده أربعة، رح ناخد ثمانية، ماشي. فعنا ثمانية بثلاثة شو رح يطلع معنا؟ مظبوط. بنعرف عنا عرض الدرجة حوالي 30، وعدد الدرجات عنا يا هون 8، ماشي. ارتفاع الدرجة عنا يا هون 15. فنحن لحتى ننزل العرض رح ناخده حوالي 100. فلحتى نحن نعمل هيك درج ب الادراج اللي عنا اياها الجاهزه، طبعا ثلاث ابعاد بدنا نحددها. اول شيء نحن عنا عدد الدرجات 8. بنلاحظ هون في عنا قائمه اسمها رايز، الرايز اللي هي الدرجه. طبعا ما بقدر اتحكم انا بالقيم لانه هدول الثلاث قيم عم ينتجوا على الكل. الاوفر اول هي الارتفاع الكلي، وعندي ارتفاع الدرجه، وشو عندي بعدها؟ رايز كاونت اللي هي عدد الدرجات. فانا بدي اقفل قيمه منهم واتحكم بالكل. فراح اقول له هون الرايز كاونت راح اقول له 8 بقفلها، تمام، وبحدد له هون شو ارتفاع الدرجه، رح اقول له هون 15. فبتطلع معي النتيجه. هلا هون الماكس بيحسبها مع اول درجه، يعني اذا اعطيته 8 شو رح يعطيني هون؟ رح يعطيني 7. فهي بدنا ننتبه لها. اذا نحن على الرسمي، طبعا هاي حسب الرسمي صح، اذا بدنا هون فرق يعني مشان نضيفه له واحد نضيفها 7. هلا القيمه الثانيه بدنا نحددها هي عرض الشاحط، واللي هي ما أنا موجوده بالدرجه. عرض الشاحط منين عم يطلع معي؟ من عرض الدرج الكلي اللي هو هذا 240. فما عندي شيء اسمه هون قيمة عرض شاحط، بنقول له هون باللينث بقول له بدي الكل 240 يطلع معي، تمام. والعرض بنحدده من هون بالويدث بالمية. فبكل بساطة هيك بيطلع معي الدرج على الضبط مثل ما بدي اياه وعلى الابعاد. بنعطيه هون مثلا الشكل اللي بدنا اياه، يا اما كلوزد اللي هو مثل هذا، يا اما بوكس حسب شكله. طبعا هون انا بدي اخسر شغلي انه انا لما بدي احفر واشتغل شو راح يصير عندي؟ بدي اشتغل كل الدرجات سوا، يعني ما راح اقدر اشتغل والله على وحده وطبق. الدرابزون نفس الشيء، بس هون عم يعطيني امكانيه حلوه، هي شيء اسمه هاند او ريل باث ليفت تو رايت. شو عم يعطيني هون؟ مسارات. هدول مشان اذا بدي اطبق عليهم السويب، يا اما بدنا نطبق عليهم امر اسمه ريلينج رح نشوفه بالمستقبل، هو اللي رح يعمل لي شو؟ درابزونات. هو عم يعطيني امكانيه ثانيه شيء اسمه هاند ريل ليفت ورايت، بس كثير بسيط. هذا ممكن نحن نطوره اكثر، يعني ممكن نشوفه. في عنا شيء اسمه سترينجرز، لين هدول سترينجرز. طبعا هدول كلهم ممكن اتحكم فيهم انا من القيم هاي، اتحكم بطولهم. مثلا بدي اوصل في ادراج خشب يطلع معي بهالشكل هذا. كثير واسعين بصراحه هني الادراج، ممكن نحن نشوفهم من هون وتجربوا فيهم. هذا الدرج المستقيم العادي، نحن الاهم منه بلزمنا هو الدرج الدائره لانه رسمه صعب. فمن هون هي كبس مع سحب حددنا ارتفاع، هي اعطانا الادراج الدائريه. طبعا مثل ما حكينا برجع انا هون على الابعاد بظبطهم. هي عندي 12 ب 5 وال
من هون بحدد انا بدي عرض الدرجة، تمام؟ وهي الشكل. هلا اكثر شيء بفيدنا فيه هو الدرج الدائري، هني مسارات الدرابزونات اللي عندي، لانه هاي بوضع طبيعي اذا انا رسمتهم يعني اصعب شيء اقدر اوصل له هو هالشكل هذا. ما بعرف هني يعني كيف ممكن ينرسمه بالرسم العادي، بس هون بالواقع يعني عم يوفر لي شغل كثير الماكس بهالموضوع هذا. هلا هذول نوعين من انواع الادراج. في عنا نوع ثالث، اذا عندي دراج مثلا خلونا نقول نص دائره، فهذا ممكن اوصل له انا من درج عادي. اذا انا هون مثلا مطيت هذا، تمام، رح الغي سترينجرز، صار معي هالشكل هذا. شو ممكن اعمله؟ نضيف له بولي، رح اضيف له هون كونكت، اضيف له تقسيمات معينه، وبعدها شو ممكن اعطيه؟ بس معلش رح ارجع السنتر، طبعا نحطه على النص تماما. الدايركشن، فبالنتيجة هون بقدر احصل انا على درج، خلينا نقول نص دائرة اذا انا عندي اياه بالمشروع، تمام؟ يعني هو عبارة عن درج بشكل عام وشو اوامر تعديل مطبقة عليه. هلا هي حالة طبقناها بند، ممكن انا اعمل بدل ما اعمل بند شو اعطيه مثلا FFT بوكس اذا انا عندي درج منحني بمدخل ما، فممكن اخذها انا من هون بالكنترول بوينتس، هي اللوكال، ممكن نمطن اكثر، فبصل منهم لنتيجة الدرج خلينا نقول منحني. بشكل عشوائي. هلا هاي اذا بهمني انا ارسمه، يعني خلونا نقول وانا عم جرب الكتلة ما وانا راسم مسائط. اذا انا راسم مسائط طبعا هدول اذا بدي يطلع دقيق شو بدي اخده؟ بيكونوا مرسومين درجات اوتوكاد، خصوصا بالذات اذا كان درج كتير معقد، يعني ما انا ماشي معي بانتظام. فهي هيك يعني افكار شاملة للادراج وكيف بدنا نتعامل معها. ما بظن لسه في اشكال تانية من الادراج ممكن يعني تلاقوا فيها صعوبة، الا شكل واحد لقيته امبارح هو هاد، ما قدرت اتخيل شو ممكن اعمل فيه. ليك وبسطت الدرجه الفكره، بس عجبني وانا عم دور على اشكال ادراج يعني لقيته. وفي هذا من الاشكال الثانيه كمان مكملينه مكاتب، كمان ممكن نعمل بطريقه ما. طيب هاي بالنسبه للادراج خلصنا منها، رح ننتقل ل تفضل من الدرج بوكس. فينا نقسم البوكس، فينا نقسمه بسيجمنت مشان ترجع جنب نحط فيه كل جرب. من هون ايه لما عملنا بوكس من هذا الدرج الموجود بالمانس الاساسي، قصدك هون؟ ايه ممكن الدرج الاساسي، بس هلا ما رح بدنا في امر لانه هو بدي اقطع لك اياه هون. سخنا من هون بوكس، ايه هلا بالوضع الطبيعي لا، بس في عنا امر بقسم هون بعدين بدنا ناخده اسمه كويك سلايس، تقدر تقطعهم بالضبط على نفس التقطيعات ماشي وتعمل لهم اكسترود او شيء، بس هلا بالوضع الطبيعي طبعا ما بتقدر تعمل له كونكت. طيب نعمل ريسيت، هلا الشيء بدنا ننتقل له هو التعامل مع الاسطح الناعمه. كمان هذا بحث كثير، فنحن اذا مرينا على شويه فرش، يعني مثلا في عنا شكل ما مثل هيك شيء بقدر نطبقهم اليوم، مثلا هدول الاسطح بالواقع الفرش بشكل عام، فهدول بشكل عام لهم امر معين هو بدنا نتعامل معه اذا بدي اطبق هيك شيء. الفكره فيهم انه هدول بنتعامل معهم اول شيء بمستوى اشكال بسيطه، يعني مثلا انا ممكن اخذ هون بوكس بسيط رح حوله لبولي، تمام، ممكن هاي بس غيرها مثل ما شايفين تاخذ هالشكل هذا وزيد شوي تقطيعات
فشايفين الشكل اللي نرسم معنا شكل كتير بسيط ومكسر تكسير. بكفي هاي طبق لهم أمر واحد اللي هو عنا شيء اسمه مش سمول، فنلاحظ أنها تحولت لسطح ناعم. مثلا بغض النظر عم نجرب نحن على شكل عشوائي، رح نطبقها هلأ بالتمارين. فهي يعني بطبقوها عبارة عن مستويين، أول شيء بنسميه لو بولي عبارة عن أسطح مكسرة تكسير، والشيء الثاني هو اللي بحوله لأسطح ناعمة. والمبدأ هذا اللي شايفينه هو نفسه بصممه في الشخصيات بالماكس. رح ناخذ نحن أول تمرين رح نطبقه هو هذا. طب هاي منين ممكن نبدأ فيها؟ أو ما يعني أبسط ننبسط قدر الإمكان. سفير رح تعطينا أسطح كتير، سلندر تمام رح نطبق له تيب بار أو اف اف دي بوكس، وبحاول قدر الإمكان وهي مكسرة شو تاخذ معي الشكل هذا اللي شايفينه هون. ماشي، فرح ناخذ نحن سلندر، ويعني هاي قدر الإمكان نخفف سيجمنتس فيها مشان يعني تسهل عليه شغل. هون رح اخذ اف اف دي بوكس، ممكن تبر يعني ما غلط، بس هاي رح تعطينا إمكانية أكبر للشغل. تمام، هلا اللي بعده رح أعطيه ايديت بولي. هلا هون رح اضيفه اضافي، معلش لانه ممكن يلزم لي ارجع اعدل شوي بالاف اف دي بوكس اذا لقيت النسبه ما انا ظابطه. الفكره هون انه بدي اضيف اسطح من شان تعطيني الميلان هذا، فرح اضيفهم هون عن طريق امر الكونكت. انا عم اوصل لنقاط هون، ماشي هي كونكت. بعدها شو ممكن نعمل؟ رح ناخذ الايدج هي هيك بشكل بسيط، في سطح نسيان وكأنه تمام، فاخذت هلا بالشكل هذا. بعدها هذا الحرف رح يطلع عندك كثير حد اللي شايفينه هون، فرح ناخذه بالضبط رح نحدده ال و ال. طيب من هون موديفاي مش سموث، شوف النتيجة كيف طلعت هون. طبعا هون رح زيد الايتريشنز اللي هي التفصيل وصلت لها النتيجة. طبعا في مشاكل رح ارجع على البولي من هون ممكن انا اطبق. هلا هون صعب شوي، رح اقول له ارجيني، رح يعني نتعامل مع هذا الزر كثير اللي هو ارجينا النتيجة النهائية. هلا بعدها رح نعمل مثل ما حكينا تشامفر، رح حدد هذا السطح. هون الكسرات كمان رح اضيفها لانه بتفيدني بالنتيجة النهائية. تمام، شوفوا بتأسية اكتر. بعدها رح اخذ معلش ناخذ ايدج اي هون الت و ار، حدد لي هدول رح اعطيه، طبعا ما بدي هدول بس الفوقانيات رح اعطيه هون كونكت. اوكي هاي اخر وحدة مالي رح اعمل لها كونكت مع هدول. هلا رح نعرف ليش ضفت هاي. المهم بعد رح اخذ هدول الاسطح مشان الغي الحرف الحد، ممكن حدد هدول شيفت و اتش مين اعطاني الحرف هاد. فهلا شو ممكن اعطيه؟ تشامفر نعم السطح شوي. اوكي ننتقل هلا على المش سمود، شفت النتيجة اللي اعطانا اياها؟ طبعا اضبطنا، بل لسه ممكن نعمل حركة تانية اللي هي مثل ما شايفين هون اخذ التجويف هذا. فرح ناخذ نحن فيرتكس، شو ممكن اعمل؟ ناخذ النقاط هاي بالضبط. شوف النتيجة، نرجع كنترول زد ممكن نشوفهم هون يعني لحتى اطبق انا اشوف التأثير اللي بدي اياه. ماشي، على فكرة هاي لو كنا مثلا بالإدج هاني لو منعمين وعطينه تشامفر أكتر كان لسه طلع معي أنعم من هيك.
على العموم هنا يبدأ تدريب شوي لحتى تقدروا توصلوا لهيك نتيجة لهيك أسطح. خلونا نوسع الموضوع أكثر. هلا فرضا إذا عملنا نحن هاي خشب رح انتقل شيء تاني بدنا نعملها جلد. رح نشوف الحالة التانية اللي عنا إياها اللي هي هاي. هاي عملنا أول شيء خشب، نحن رح نعمل وحدة تاني جلد. ماشي؟ فهون رح ننتقل على البولي. رح أخذ هذا السطح Alt و L. انتبهنا مين حدد لي؟ هون رح أعطيه شامفر صغير. تمام. هلا الشامفر هذا رح اعمل له اكسترود، بس لمين عم اعمل اكسترود؟ للايدج. ماشي. هلا اذا حررتها شوي شوفوا الاكسترود للايدج شو عم يعمل، عم ينفر للسطح، عم طالع لي مثل ما هو. طبعا انا ما بدي اياه لبرا، بدي اياه هايت لجوا. اعطيه شويه سماكي بس تكون كثير خفيفه. اذا قربنا شوي على اللقطه شايفين الفراغ اللي طلع معي؟ بين عليكم ما هيك؟ انا عم زيده شوي. هذا اللي قصدي فيه. طبعا هذا هلا مع المش سموث شو رح يعطيني؟ انتبهتوا الدرزي؟ انا بلغت فيه بس مشان تظهر شوي، هو المفروض تكون انعم من هيك. نرجع كنترول زد، يعني هيك بظن. شايفين الفرق؟ تعطينا نتائج كثير حلوه على فكره مثل ما شايفين هون. طب غير هيك بدي احط زرار جوا، فنحن رح ناخذ النقاط هاي الجوانية، رح اخذ هدول. وشو رح نعمل لهم هدول؟ شامفر او في عنا اكسترود للفيرتكس، رح اعطيه هون ويت. طبعا شكلي كثير بيطلع غبي بدون مش سموث. اول ما نضيف المش سموث رح يعطيني هالشكل هذا. شايفين النتيجة؟ طيب بدنا طبعا هون النتيجة قاسي شوي، كان ممكن خفيفة اكثر. يعني إذا خففناها أكثر تطلع تأثيرها أزبط. وممكن نحط هون زرار عن طريق سفير وسكويز أو تشامفر سلندر أو أي شيء. قد ما توسعته بهالأمور على فكرة بتعطينا أوامر حلوة. ممكن كان ناخذ الإيدج هون. هلا في عنا شيء اسمه فيرتكس، نرجع تشامفر. عمل لها اكسترود كتير صغيرة، ما في مشكلة. في عنا امر اسمه شيء اسمه soft selection. هلا هذا رح يمر معنا. بتعرفوا انا اذا اخذت ايدج هون حركته، شايفين شلون التحريك عم يصير كتير ركيك. بينما في عنا شيء اسمه soft selection ما كتير رح ندخله بس تعرف عليه. اذا قلت له use soft selection بلاحظ شو عمل لي هون حواليه، عم يعطينا درجات الوان. هو رح يصير يحرك، شايفين تحريك شلون صار؟ عم يتاثر فيه كل المجسم، كل الشيء اللي عنا. اذا عملت له هون تحكمت بالفول اوف بقدر احدد هالتاثير هذا لشو مجاله حسب الالوان اللي عم نشوفها. شايفين؟ فهذا كمان ممكن يفيدكم ب اذا عملنا كتل منحنيات رح نحكي عنه، بس كمان ممكن يفيدكم الامر هذا انكم تستفيدوا منه. رح اخذ هون مثلا Alt و R ونلغي soft selection، نرجع نحدد هدول. كمان ممكن هدول نعمل Alt و L. شايفين النتيجة؟ ومثل ما عملنا هنيك extrude للإيدج. شوية فضو، فهي بالنتيجة كلها رح تعطينا تحزيزات معينة. هاي ممكن تشوفوها بالفرش. ماشي. قد بصراحة ما توسعته بهالموضوع وقد ما غمقته فيه بتعطينا نتائج حلوة. بس هي إجمالا يعني خطوط عامة نحن كيف بدنا نمشي بهالشكل هذا. في عنا كتير تمارين ممكن تطبق منه. هلا رح نحكي عن الثالثة. هاي انا بصراحه لقيت فيها صعوبه شوي، يعني ما تخيلت الشكل الاساسي من هنا بيطلع، بس انت اذا جربته بتطلع من هون. هاي ممكن طريقه ثانيه بس عجبتنا فكره نقطه الفرش هون. اخر شيء بدنا ناخذه بس شيء بصراحه خيال بالماكس، هو شيء اسمه كلوث، امر تعديل
لعمل الأسطح الناعمة والقماش والأمور هاي. هلا هاي رح نكسيها أسود، تعطينا لمعة الجلد. أنا بالصورة هون بصراحة هاي يعني أخذت وقت عليها أكثر، بشوف النتيجة هون ماشي، يعني أنتم ممكن توصلوا منها بنفس القوامة. هلا أمر الكلوث، إذا أنا عندي سطح اللي هو مثل هذا، طبعا هو بس من شان شو يعمل لي، إنه يعطيني الأسطح الناعمة وتتشكل معي حسب مجسمها. طبعا أمر الكلوث أول شيء بنعرف إنه بده كتير سيجمنتس، تمام، منضيفه عن طريق أمر تعديل. بعدها رح ناخد Object Properties، هون عم يعطيني المجسمات اللي عندي، رح أعمل له Add Objects. أنا رح أخذ البلين اللي هو هذا السطح، ورح أضيف المجسم الثاني اللي هو السيلندر 2. بس تركزوا معي شوي، في عنا أول شيء الكلوث اللي هني القماش اللي عنا إياه، والمجسم الثاني بنسميه Collision Object اللي هو شو بده يقع فوقه، ماشي؟ بالنسبة هون في عنا شيء اسمه بيرسيتس، أنا مش هنحدد له مادة الشيء اللي بدي إياه، يعني والله بدي إياه حرير مثلا، سيلك ولا قطن ولا وول صوف أو هيك شيء، فكله ممكن حددها أنا من هون. مجرد ما ضفتها رح أعطيه هون أوكي. في عنا كبسة صغيرة هون بقول له سيميوليت، فاللي رح يصير إنه حطه على القماش فوق الفرش. وقفنا طبعا، اعطاني الشكل هذا، تمام. رح نعطيه هون مش سموث، كان النعيمة اكتر، شفت الفرق قبل وبعد. بس بدنا ننتبه لشغلة مثل ما حكينا انه كتير تقيل، يعني نوعا ما مش سموث، يعني ما بكتيرها مثلا 2 و3، 1 كافي، اذا وصلت لـ2 نوعا ما مقبول، بس اكتر من 2 كتير بتصير نتيجة تيلي. هلا هاي حالي بصراحة الشيء الخيال نظامي بالكلوث هو أمر تاني. رح أخذ هون بوكس ورح أعمل extended object، أخذ هون شيء اسمه chamfer box. ولكن خلونا نطبقها على هاي، هاي على التوب. تمام، بنضيف لها شوية سيجمنتس، رح اعطيها حوالي 20 × 20 هايت، ما بدها كتير. هلا هاي رح اعطيها امر تعديل شيء اسمه كلوث اوبجكت بروبرتيز، رح اعطيه تشامفر بوكس هو كلوث، رح اعطيه سلندر 1 هي شيء اسمه كوليجن اوبجكت. في عنا قيمة سحرية شيء اسمه بريجر هون، فرح جرب اعطيه حوالي 100 مبدئيا. اوكي، بقيان هلا بس نكبس سيميوليت، شو رايكم؟ سحر هذا بيقنينا عن ايه، بيقنينا عن كثير شغلات. شايفين النتيجة؟ هي بس عبارة عن تشامفر بوكس، بس البريشر شو انه عم يعطيه مثل مادة منفوخة او هيك شيء. وشو مبدأه يعني؟ يعني لما اعطيناه قيمة، بنفخها نفخ. ايه نفخ، ايه بريشر ضغط، حتى اذا كترتها كثير بتطير احيانا. نظام يعطيه 1500 مثلا او 2000. ريسيت. شفتي قد خفيفة صارت؟ خيال نظامي سيدي، صار لي بشتغل بالماكس عمر، الأسبوع الماضي لحتى اكتشفت هذا الأمر نظامي يعني. هلا ممكن طبقوها، هلا لا لانه كثير منفوخ، عارف شو، انا خفف البريجر شوي فبصير بشكلها على اساسه. هلا هون ممكن ناخذ نحن فرش مثل هاي،
فهي ممكن نعطيها كلوز وقول له كلوز له بريشر مثلا قيمه 50. فهلا هاي رح تنتفخ رح يعطيني نتيجه اذا بعمل مجسم منفوخ مثل هذا شايفينه. هلا هاي طبعا قلت لك كلوز فشو صار انتفخ، بس كنت عامله مواد مثل في فرش نفخ او هيك شيء يعني، او ممكن تحسوه بهالشكل هذا فمنطبق الشيء هذا. يمكن يلاقيها تقيلي شوي وراحت كلها. شو صار جس لي طارت؟ خلص يا جماعة برا. كلوث اوبجكت بروبرتيز رح نعطيه كلوث بريشر اعطيه 10 سمي ديت. ما قبله ما بعرف ليه. طيب جربوها. على كل جربوها انا مجربها ما بعرف ليه. هاي النتيجه نتيجه التحويل هاي من هاي لهاي. شايفين شلون الحروف الناعمه بتطلع هون كلها درجه واحده. حتى يمكن انتم اذا اعطيتوها قيمه كثير بسيطه تعطينا مثل السفنج، يعني قيمة مثلا 5 أو 10 جربوها تعطينا شيء مثل السفنج. فممكن يعني نجرب نشتغل فيهم. هلا النتيجة هون هاي نفس المبادئ اللي حكينا عنها. في منهم حتى هدول بيعملوهم بالكلوث. شفت دروس يعني ما بتخيل أنا بدها لهالدرجة. هلا المخدي بعد ما عملناها كتير طالعة مثلا قاسي، شو ممكن نضيف لها بعدها؟ نضيف لها شوية نويز ما غلط يعني بطريقة معينة بحيث انه بس هو اذا اعطيته البريشر خفيف بتصير مثل ما شفناها قبلها قدر الامكان تتشكل حسب المجسم اللي عنا اياه. تمام لهون؟ طيب حد عنده شيء؟